الصناعة التقليدية يتمثل فيه ما دعا إليه صاحب الجلالة هو تتمين والحفاظ على التراث اللامادي بجانب الحفاظ على التراث المادي. الصناعة التقليدية اجتمع فيها التراث المادي واجتمع فيها التراث اللامادي. التراث اللامادي هو الإبداع المغربي، هو الخيال المغربي إن صح التعبير، هو لو ديزاين ماروكان اللي هو نريته جيلا بعد جيل، وهو الذي يشكل الهوية المغربية بتنوعها والتمغربيت بتنوعها وبغناها، ولكن أيضا يتمثل فيه التراث المادي. لا ننسى أنه الصناعة التقليدية من الحجر إلى الذهب، يعني هي في كل ما هو مادي يدخل في الصناعة التقليدية، يعني من يعني الحجر بكل أنواع الحجر والمعادن تدخل في الصناعة التقليدية، تدخل في الصناعة التقليدية النباتات والأشجار، تدخل في الصناعة التقليدية يعني منتجات الحيوانية. لا تجد أي شيء من التراث المادي ولا مادي إلا ويدخل في الصناعة التقليدية، وفيمتزج في ذلك تراث مادي وتراث لا مادي، وهذا يمثل يعني التنوع الموجود في بلادنا. أذكر فقط أنه على مستوى التنوع البيولوجي، وإذا أضفنا إليه التنوع الجيولوجي لكي يدخلوا في الإنتاج ديال الصناعة التقليدية، المغرب يحتل الرتبة الثانية على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ولذلك نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كما حبانا بهذا التنوع البيولوجي والتنوع الجيولوجي اللي كيدخل كتراث مادي كيدخل في 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 صناعة تقليدية، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا حبانا بهذا النبوغ المغربي الذي جعل من الصناعة التقليدية لا تضاهى، وأصبحت الآن مقبولة عالميا، وأصبحت الآن تغزو البيوت في الصالونات المغربية، تغزو يعني العائلات الطبقة المتوسطة والغنية وخاصة على مستوى القفطان، نجدها الآن يعني يتنافس عليها على مستوى الخليج فيما يتعلق ب يعني السكن، نجدها اليوم الحمد لله إقبال عليها من طرف المغاربة اليوم ومغاربة العالم. ولذلك نحن نعتقد أنه لا بد أن ينخرط فيها الجميع، وأدعو وسائل الإعلام أن يكون عندهم محور خاص أو بند خاص أو صفحة خاصة بتتمين هذا التراث، لأن هناك من يريد أن يقطع لنا الصلة بحضارتنا بهويتنا بتمغربيت، وأن يجعلنا كلا شيء لا شيء، يعني يريد أن يقطع علاقتنا بصناعتنا التقليدية بثقافتنا بأسرتنا بهويتنا بامتداداتنا التاريخية والثقافية، ويتصور بأن نحن مجرد تجمع بشري يعني في أرض ما. لا، هذا المغرب له تاريخ، له هوية، صناعة تقليدية تمثل يعني هذا التاريخ وهذه الهوية. ونعتقد إذا هذا الجانب الأول والأساسي لأن تتمثل فيه التمغربيت بكل أصنافه، فحفاظ عليه وحفاظ على التمغربيت، كما ندعو إلى الحفاظ على الأسرة، يعني ندعو إلى الحفاظ على الثقافة المغربية وعلى الحفاظ على الصناعة التقليدية. لكن بجانب ذلك هو اقتصاد كامل الأركان يشغل 2.5 مليون ديال المغاربة، لخذنا الفني من الصناعة التقليدية راه تقريبا 1.5 مليون، ربما هو ثاني قطاع بعد الفلاحة في مجال التشغيل. وإذا طورناه أكثر وأضفنا إليه التكنولوجيا، وكان هناك صندوق لدعم الإنتاج والمركبات الصناعة التقليدية والمعاهد ديال التكوين باش يمكننا نورثوا للأجيال الصناعة التقليدية، ممكن أن يتجاوز قطاعات أخرى. نفتخر بنجاح هذه الندوة حول مستقبل الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية المستدامة، نجاح يترجمه حضور متخصصين في القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ استراتيجية العامة، الأكاديميين، المجتمع المدني، خبير في مجال الذكاء الاصطناعي بكندا. هذه الندوة هي لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلادنا، وكذلك لتعزيز وإطلاق الحوار مستمر حول مستقبل الصناعة التقليدية من خلال وضع خطة استراتيجية شاملة، ونلتزم بتنفيذ التوصيات المقترحة، كما نتطلع إلى تعاون مثمر ومستمر بيننا لتحقيق أهدافنا. وشكراً.